السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. ما كبر teman-teman، الحمد لله ini kita hari kedua riyadhah shalawat munjiat 33 kali ba'da subuh ya. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بها السلويات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة والممات. سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لأعلى الدرجات، وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه، وتقدر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها وتبلغنا بالسلامات من جميع الخيرات في الحياة بدل الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواه،
فدخلنا درجة من الهجوات ما تظهرنا بها من جميع السيئات فدربعونا بيدي على درجات فدبرنا بالسلوات من جميع إخوتي في الحسن بن الممد ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والأوقات فدخلنا درجة من الهجوات ما تظهرنا بها من جميع السيئات فدربعونا بيدي على درجات فدبرنا بالسلوات من جميع إخوتي في الحسن بن الممد ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والأوقات فتقدرنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع وتبلغنا أكثر في الحياة بدل الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والآفات وتقدرنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع وتبلغنا أكثر من جميع الحياة بدل الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والآفات وتقدمنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأفواهات وتقدمنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأفواهات وتقدمنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأوقات وتقدرنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأوقات وتقدرنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والأوقات وتقدمنا من جميع الأجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والأوقات فتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأوقات فتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأوقات فتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأوقات وتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأوقات فتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا من جميع السيئات فترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال والأوقات فتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأحوال وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والأوقات وتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والأوقات وتقدمنا من جميع الهجوات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدي على درجات وتبلغنا بالسلويات من جميع الخلد في الحياة من الممات بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah yang mana melaluinya engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan. Dengan rahmat itu, ya Allah, engkau akan mendatangkan semua hajat kami
dan membersihkan semua keburukan kami dan mengangkat kami pada derajat yang tertinggi dan menyampaikan kami pada puncak tujuan dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kesehatan dan kesembuhan kepada kami, kepada teman-teman yang sekarang sakit. Berikanlah kebahagiaan dan penenang hati kepada teman-teman yang sekarang dilundung kesusahan dan kesedihan. Berikanlah kepada teman-teman, berikanlah kepada kami dan teman-teman rezekimu yang berkah. Berikanlah kami dan teman-teman hajat yang kami mohon kepadamu, Ya Rabbi. Perkenankanlah hajat kami, Ya Allah. Apabila teman-teman ada yang belum punya momongan, karuniakanlah momongan kepada mereka, Ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.